مرحبا بكم في الدروس المقترحة للكيمياء. الموضوع اللي هنا اللي حابين نشرحه في هذا الجزء من الدرس هو سرعة التفاعل والسرعة الحجمية للتفاعل، أو بمعنى واحد آخر شكون هما مختلف السرعات اللي قادرين نواجههم في التمارين تاعنا. دونك هنا إذا اعتبرنا التحول الكيميائي المعطى بالمعادلة التالية ألفا آر زائد بيتا بي يساوي لي غاما سي زائد لامدا دي، فإن سرعة تشكل نوع كيميائي تعرف بالعلاقة التالية، هي مشتقة كمية المادة بالنسبة للفرد سي على الزمن. قلنا من معادلة التفاعل واش عندي؟ عندي النوع الكيميائي A والنوع الكيميائي B قاعدين يتناقصوا باش يظهر لنا كل من النوع الكيميائي C والنوع الكيميائي B. دونك سرعة النوع الكيميائي C هي عبارة عن سرعة التشكل. دونك سرعة تشكل النوع الكيميائي سي تاعي شكون هي؟ هي كمية المادة تاعنا تاع الماء تاع النوع الكيميائي في اللحظة تي، دونك دي ان مشتق من كمية المادة بالنسبة إلى الزمن. أما بالنسبة إلى سرعة اختفاء النوع الكيميائي واش راح يختلف لي فيها؟ راح يختلف لي فيها إلا الإشارة، الإشارة السالبة اللي هي تعبر لي عن الاختفاء. المواد الكيميائية اللي راح يقدر تختفي حسب المعادلة المعطاة هي كل من المادة A والمادة B. دونك إذا حبينا نحسبوا سرعة اختفاء الفرد الكيميائي A، دونك شكون هي؟ هي ناقص مشتق كمية المادة تاع النوع الكيميائي بالنسبة إلى الزمن. هذا بالنسبة إلى سرعة التشكل والاختفاء تاعي. أما السرعة الثانية اللي راح نواجهها هي السرعة الحجمية لتشكل أو اختفاء نوع كيميائي. بالنسبة للأفراد الكيميائية الناتجة نقولوها باللي هي سرعة التشكل، بالنسبة إلى الأفراد الكيميائية المختفية هي سرعة الاختفاء. دونك بالنسبة إلى الفرد الكيميائي سي دونك هي سرعة التشكل، العبارة الرياضية تاعها شكون هي؟ تساوي لي 1 على في في مشتقة كمية المادة بالنسبة إلى الزمن، حيث V هو حجم المحلول تاعي. نفس الطريقة بالنسبة إلى الاختفاء، دونك بالنسبة إلى اختفاء الأفراد الكيميائية A أو B، دونك هي ناقص 1 على V في مشتقة كمية المادة بالنسبة إلى العنصر A على الزمن، اللي هي تساوي ناقص التركيز بالنسبة إلى الزمن. هذه اللي جاتني. دونك عندي في السرعة الحجمية تساوي لي 1 على في الحجم في كمية المادة بالنسبة إلى الزمن. دونك كمية المادة راهي ثابت نقدر ندخلو إلى المشتقة، دونك شحال تولي لي؟ تولي لي هي مشتقة كمية المادة على في بالنسبة إلى الزمن. كمية المادة أن على في نعرفو بلي هي التركيز، ومنه هي التركيز تاع الفرد الكيميائي إكس بالنسبة إلى الزمن. اللي هنا هو الفرد الكيميائي هو C والمعادلة بالنسبة للاختفاء هو A. هذا بما يخص بالسرعة الحجمية لتشكل النوع الكيميائي أو اختفائه بصفة عامة. دونك راح ناخذ سرعة التفاعل شكون هي؟ سرعة التفاعل تعرف سرعة التفاعل تاعي عند اللحظة تي بالعلاقة V تساوي لي هي مشتقة التقدم بالنسبة إلى الزمن، هي dx على dt. أما السرعة الحجمية للتفاعل فهي تعرف بالعلاقة التالية V يساوي لي 1 على V في dx sur dt. لهنا الفرق ما بين سرعة التشكل وسرعة التفاعل وما بين السرعة الحجمية للتشكل اختفاء أو السرعة الحجمية للتفاعل، أن السرعة الحجمية للتفاعل وسرعة التفاعل راهي بصفة عامة. دونك هذه كمية المادة هذه واش راح نعوضوها؟ راح نعوضوها بالتقدم x. السرعة الأخيرة اللي راح نطرقوا لها هي السرعة المتوسطة لتشكل اختفاء أو التفاعل. دونك يقول لي بلي يمكن كتابة عبارة السرعة المتوسطة أو السرعة الحجمية المتوسطة لتشكل اختفاء بين لحظتين تي ان و تي دو. دونك السرعة المتوسطة راح نحسبوها ما بين لحظتين تي ان و تي دو بتغيير المشتقة دي بالمتغير دالتا. في عبارات السرعة السابقة عندي انايا سرعة التشكل النوع الكيميائي شكون هي؟ هي مثلا في سي لهنا هي مشتقة دي ان سي على دي تي. دونك اش قالي يقولي؟ قالي يقولي احنا راح نغيرو المشتقة بالتغير، دونك تولي لي تغير كمية المادة سي على التغير دالتا تي، والتغير قيمة التغير دالتا شكون هي؟ هي القيمة النهائية ناقص القيمة الابتدائية، يعني ان دو ناقص
N1 على T2 ناقص T1، حيث N2 N1 هما كمية المادة في اللحظة T2 و T1، وهذه هي عبارة السرعة المتوسطة تاعي. دونك ما قال عليا إلا كيفاش نحسبوها بعد ما تعرفنا مختلف العبارات للسرعات اللي قادرين نواجهوهم. دونك يبقى عليا أني نقول لي احسب هذا في التمارين اللي حيمدونا، حين يمدونا شكل معين. دونك مثال عندكم تركيز لفرد كيميائي اكس او كميه ماده لفرد كيميائي اكس او غيرها بالنسبه الى الزمن تي، وراح يقولوا لي اعطيني ولا احسب سرعه التفاعل او السرعه الحجميه تاعي. دونك سرعه التفاعل او السرعه الحجميه تاعي هي معطاه بالعباره دي ان سور دي تي ولا دي اكس سور دي تي. دي اكس سور دي تي رياضيا نعرفوها بلي هي واش تعبر لي على ميل المماس في النقطة المعطاة. هو في السؤال تاعي شنو حيقول لي؟ حيقول لي احسب سرعة التفاعل أو السرعة الحجمية للتفاعل أو السرعة المتوسطة، حيعطيها لي في لحظات تي. إذا عطانا في لحظات تي زيرو مثال يقول لي لهنا 30 ثانية، واش راح ندير؟ راح نشوف النقطة الموافقة ل 30 ثانية، نعوض النقطة الموافقة في 30 ثانية، ثم نرسم المماس بالمسطرة للمنحنى في هذا النقطة، وناخذ نقطتين من هذا المنحنى اللي هما نسميهم النقطة A والنقطة B. باستغلال إحداثية كل من النقطة B والنقطة A راح نجيبو قيمة المشقة تاعي. قيمة المشقة تاعي شو تساوي؟ هي تغير بالنسبة إلى Y، دونك Y2 ناقص Y1 بالنسبة إلى الزمن اللي هو محور ألفا واصلة، دونك X2 ناقص X1. أو بصفة واحدة أخرى شكون هي؟ هي تمثل لي طونجونت ألفا. طونجونت يعني هي طونجونت الزاوية المحصورة ما بين هذا النقطتين اللي هي مقابل على المجاور. المقابل تاعي هو هذا المستقيم اللي يعبر لي عليه شكون؟ هو إحداثيات B ناقص إحداثيات A اللي هي Y2 ناقص Y1. والمجاور، المجاور هو قطعة المستقيمة هذه، قطعة المستقيمة هذه ناخذوها هي دونك هي X2 ناقص X1. وهذه هي الطريقة اللي تخلينا أننا نحسب سرعة التفاعل تاعي. بالنسبة إلى السرعة الحجمية واش يبقى لي؟ بعد ما نلقى قيمة المشتقة تاعي ما يبقى لي عليا إلا أني نقسمها على حجم التفاعل تاعي. ناخذ لهنا ملاحظة الأولى، إذا عطانا التفاعل الكيميائي المنمذج بالعلاقة التالية والمعادلة يعني العامة ألفا أ زائد بيتا بي يساوي لي جاما سي زائد لامدا دي، فإن يمكن إيجاد علاقة بين السرعات اللحظية والسرعات الحجمية اللحظية بالعلاقة التالية. دونك سرعة التفاعل التالية هي السرعة اللحظية، وش تساوي لي؟ هي مشقة التقدم بالنسبة إلى الزمن، دونك دي إكس سور دي تي. السرعة الحجمية في فوليوميك تاعي واش راح تساوي لي؟ هي 1 على في في دي إكس على دي تي، دونك هي وحدة الحجم في مشقة التقدم بالنسبة إلى الزمن. عندي مشقة التقدم بالنسبة إلى الزمن هو في، دونك نعوضو في العبارة تاع السرعة الحجمية، دونك راح تخرج لي هي السرعة اللحظية على الحجم تاعي. دونك ومن هو نكتب السرعة الحجمية تاعي واش تساوي لي؟ هي تساوي لي سرعة التفاعل في على الحجم تاعي تاع المحلول. عندي الملاحظة الثانية، عندي سرعة التفاعل المعطاة بالعلاقة في هي دي اكس على دي تي، راه دوما تكون موجبة، لا خاطرش الزمن راهو موجب وتقدم اكس هو موجب، دونك موجب على موجب دوما موجب. ومنه سرعة التفاعل تاعي تكون دوما العبارة تاعها موجبة. أما بالنسبة إلى وحدة سرعة التفاعل وسرعة اختفاء أو تشكل نوع كيميائي، عندي سرعة التفاعل تاعي هي معطاة بالعلاقة السابقة اللي هي دي إكس يو دي تي، دونك وحدة السرعة هي من وحدة قيمة التقدم تاعي بالنسبة إلى وحدة الزمن. التقدم تاعي راهو بالمول، والزمن تاعي قادر يكون لهنا يا إما بالثانية أو بالدقيقة أو بالساعة. ومنه فإنه وحدة هي سرعة التفاعل تاعي واش راح تكون لي؟ راح تكون لي يا إما مول على السكوند، مول على الدقيقة، مول على الساعة وغيره. دونك
كل وحدة تاعي تاع سرعة التفاعل راهي متغيرة بتغير وحدة الزمن. دونك حسب الوحدة اللي عطاها لنا تاع الزمن راح نجبدوا وحدة السرعة تاع. دونك نفس الطريقة بالنسبة إلى السرعة الحجمية للتفاعل، وحدة السرعة الحجمية للتفاعل مش راح يختلف لي فيها. دونك السرعة الحجمية في فوليوميك هي واحد على في في دي اكس على دي تي، والفي هنا راهو الحجم تاعي راهو باللتر. ودونك هنا واش راح يولي لي؟ راح تولي لي الوحده تاع هي اما راهي مول على السكوند في اللتر اذا كان الزمن المطاف بالثانيه، او مول على دقيقه في اللتر اذا كان الزمن بالدقيقه، او مول على الساعه باللتر اذا كان الزمن بالساعات. هذه هي الطريقه اذا قالوا لنا اوجدوا لنا سرعه التفاعل او السرعه الحجميه تاعي بوحده معينه. وشكرا.